السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا شباب. كالعادة أقول لكم أكن لكم كل الاحترام والتقدير، والقناة قناتكم يا شباب. طبعا يا شباب، هذا الفيديو البسيط زي ما تقولون فاصل في القناة، بحيث أنه أترككم المجال تكتبوا لي يا شباب الحلوين أو أسفل الكومنتات إيش حابين نتكلم. طبعا يا شباب أنا أعتذر، طبعا أنا في قناتي سويت كذا مقطع، قلت على أساس أني بتكلم بخصوص موضوع الشاشة يا شباب اللي حقت الوكالة، هل تركب على الستاندر أو لا. موضوع الساعة يا شباب، طبعا أنا إن شاء الله قريب بإذن الله راح أشتري ساعة، وراح إن شاء الله أفك الديكور هذا كامل بدون أي مشكلة يا شباب إن شاء الله، وراح أحاول إني أركبها قدامكم وأولفها وأكون من أوائل الناس اللي ركبوها. طبعا في ناس ركبوها وقالوا إنها تركب عليها يا شباب، وهذه بشارة حلوة، فان شاء الله راح اتاكد من المعلومات بنفسي وراح افك لكم اياها واوريكم الفيش وكيف نسويها ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله شباب قريب الكلام هذا. هذا شيء. الشيء الثاني يا شباب بخصوص الشمعات اللي هي الليد، الشمعات اللي هي الثلاثيه اللي تجيك بثلاث شمعات الكيا كادينزا، ان شاء الله برضه شباب راح اركبها قريب ان شاء الله، وراح اتكلم عنها واعطيكم مميزات وايجابيات هذه الشمعات يا شباب، وكيف الاناره العالي والواطي، واقارنها بينها وبين اناره الوكاله يا شباب. انا عندي طبعا موتري سعودي، يجيك الواطي هالوجين والعالي يجيك لمبات صفر، او تركب لك كشافات ليد يا شباب. اوكي، هذا بخصوص الانوار يا شباب. الشيء الثاني شباب اكتبوا لي يا شباب ايش حابين نتكلم اشياء ثانيه. طبعا يا شباب برضو راح اتكلم عن دبه البيئه طبعا زي ما وعدتكم، وبلف التبخير او البي في سي الصغير راح اوريكم اياه كيف نغيره. المعذره انا وعدتكم اني انزل مقطع ما قدرت انزله لحكم ان انا شغال شويتين، لكن ان شاء الله خلال الاسبوع هذا ان شاء الله والاسبوع القادم راح انزل المقطعين هذه، طبعا انا ما نسيتها، وان شاء الله شباب راح اسوي لكم فيديو مقارنات بين موديلات الكيا كادينزا ان شاء الله. على المهم يا شباب عشان ما اطول عليكم، هذا جديد القناه اللي انا راح اسويه. اذا عندكم اي اضافات حابين نتكلم عنها يا شباب قولوا لي، هي اسفل الوصف يا شباب، واخوكم وخدامكم الصغير يا شباب، والقناه قناتكم يا شباب. والله يوفقكم ان شاء الله، وصلوا على الحبيب المصطفى، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب ان شاء الله يا شباب، وان شاء الله مزيد من الفيديوهات الجميله والجديده ان شاء الله، كل ما يخص حول عن الكيا كادينزا ان شاء الله يا شباب.